إلى قطاع العدالة، أصدرت محكمة بيرمو درايس بالعاصمة حكما يقضي ب7 سنوات حبسا نافذا في حق مرقي عقاري بمنطقة بير خادم، والدة الرضيعة ميليسا التي لم يتجاوز سنها 4 أشهر. هذا بعد قيام والدها بضربها بعدوانية بعدة لكمات وصفعات وحتى الخنق، مسببا لها كدمات في جسدها، وذلك بحجة أنها حرمته من النوم. وحول الموضوع نربط الاتصال مع المحامي والمؤسس في هذه القضية، سيد أبو بكر فار. أهلا بك سيدي، وجمعة مباركة. ألو، صباح الخير. أهلا بك سيدي. سيد أبو بكر، أنت كنتم من بين المؤسسون في هذه القضية شخصيا، هل لك أن تعطينا تفاصيل أكثر عن هذه الحادثة؟ نعم، بالفعل. على كل حال، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عليكم السلام. والتحية إلى السيدات والسادة المتتبعين لهذه الحصة. كان الملف، كنا متأسفين فعلا في الملف هذا، وكان في الحقيقة من أبشع ومن أوحش الملفات اللي كنا شرفنا عليهم. كنت دفاع الطرف المدني في القضية، والشيء اللي تأثرنا له هو ماشي وحشية الصور ولا وحشية الوقائع، وإنما موقف الأب اللي كان معترف، يعني ببساطة بالشيء اللي داره، معترف بالتعدي اللي قام به، وكان هل مختار كان وقت. الأب في حالة عادية؟ كان هو مستجيب على كل حال. كان القاضي اللي شرف على التحقيق كان مهني جدا، وكان من هذه الناحية حب يوصل إلى الحالة اللي كان فيها الأب، وكان طرح له أسئلة باش يشوف الاستجابة تاعه. كانت استجابته 100% بطريقة عادية، حكى الوقائع، قال إنه راح ينام، والصراخ نتاع الطفلة كان زعجه، ما قدرش ينوم على كل حال، ما قدرش يرقد، ففطن وخداها وداها للمطبخ، حطها فوق طاولة المطبخ ونهال عليها بصل، ثم بعد ذلك اختال بها إلى غرفة النوم، وواصل التعدي نتاعه وتركها هناك. وكان هذا البرودة وهذا رد الفعل الاستجواب، كان هذا الأمر اللي كان وحشي أكثر من الوقائع في حد ذاتها ولا الصور اللي راهي معروضة تعرض. نعم سيد أبو بكر، يعني حكم عليه ب7 سنوات، هل هي كافية؟ احنا في اعتقادنا على كل حال كطرف مدني، كنا الوقائع هذه احنا قلنا انها ماهيش واقعة تاع قالب الضرب والجرح، وانما هي محاولة قتل، وكنا رفعنا على اساس عدم الاختصاص وإحالة الملف للجنايات، والنيابة العامة كانت ساندتنا وكانت رافعت في هذا الإطار، إلا أن القاضي كان عنده رأي آخر. ولكن هي المداولة كانت مباشرة في الجلسة، ولكن الملف ما تحطش على أسبوع في المداولة كالعادة ولا إلى حين، وإنما كانت في الـ يعني مباشرة. ولكن الشيء اللي نلفت الانتباه ليه هو أنه النيابة كانت تفطنت لشيء مهم جدا، كانت التمست ضمن ما التمست في طلباتها، وإسقاط حق الأبوة، وهذه حاجة مهمة جدا، لأنه المادة القانونية اللي كانت تابعة على أساسها كانت تسمح للنيابة في للمطالبة بعقوبة تكميلية اللي هي إسقاط حق الأبوة، الشيء اللي ما استجابتلوش المحكمة للأسف. وإحنا من جهتنا كنا تمسنا أيضا تعيين خبير، لأنه ما نقدروش نعرف الأضرار اللاحقة واللي أكيد. يمكن تكون، إلا أنه النيابة ما استج... إلا أنه المحكمة ما استجبتش. على كل حال، هذا الشيء اللي راح يفتح مجال الاستئناف، وأعتقد أنه كل الأطراف راح تكون مستأنفة، وراح يعرض الملف من جديد إلى قضاة المجلس. نعم سيد أبو بكر، هل تعتبر محاكمة هذه كمثال يقتدى به لدفع العائلات إلى التبليغ حول الاعتداءات التي تمارس داخل العائلة؟ أكيد 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 يعني أكيد بعض العائلات والشيء تتحفظ. أكيد 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 لأنه الشيء اللي يجب الانتباه له أيضا هو أنه الأب هذا كانت عنده سابقة، يعني كانت عنده طفلة من زواج أول، وكانت توفت وهي في شهرين من عمرها. وللأسف الشديد هناك بعض القضاة في النيابة يقدموا الإذن بالدفن، لأنه نحتاج غالبا الإذن بالدفن بلا ما يكون تحقيق. يعني أنا قلت له كان يعني تحقيق هذا الأب عادي، عنده سوابق، يعني كان ما قتل ابنة تاعه في نقولش عنده، سابق. أنا ما نقولش عنده سوابق يعني بالمفهوم التقليدي الكلاسيكي القانوني تاعنا، لأنه ماهوش محكوم عليه، ولكن كاين واقعة لسبقة هذه الواقعة، ونقولها بكل تحفظ،
اللي هي أنه الأب هذا وكان معترف، كنا وجهنا له سؤال وقال فعلا كانت عندي بنت في من زواج أول في عمرها شهرين وتوفات لي، وما وضحش الظروف هذه إلا أنه نفس السؤال طرح على الطرف المدني وكانت جاوبت، يعني الزوجة نتاعو اللي تعرفه وتعرف تعرف الواقعة هذه، وقالت أنه فقدها في بيت الحمام، يعني في الدوش، كان يعطي لها دوش وفلقت له في لابينوار. هذا الوقائع ربما كانت حادثة، هذا مؤشر، هذا مؤشر كان لابد من تحقيق في هذه الوقائع حتى ما نوصلوش لواقعات اليوم. هذا الجواب على السؤال نتاعك، أعتقد أنه لابد الانتباه وللمؤشرات التي يمكن تكون لتوحي إلى إمكانية وجود تعديات على أطفال حتى لا يكونش هذا الشيء أبدا، لأنه إن شاء الله. لأنه لابد أن تكون رحمة فينا على أضعف مخلوقاتنا في المجتمع، خصوصا من طرف الأولياء. نعم، وخصوصا من طرف الأولياء على وجه الخصوص. وهذا الملف قلت صعبت أنا المرافعة فيه لأني أب، لهذا يعني بصفتي أب أنا الطفلة هذه، أنا شخصيا عندي زوج بنات، شفت لما شاركوا تعرضوا على الصور راني نشوف في أبنائي، لهذا يصعب جدا المرافعة في ملف كما هذا. كان من الصعب سور لو بلو ايموسيونيل، كان من الصعب المرافعة في الملف. نعم، شكرا لك أستاذ أبو بكر فار، شكرا جزيلا لك، شكرا وفرصة سعيدة إن شاء الله. إن شاء الله.